لم تمضي أيام على مقتل قائد الثوار الليبيين عبد الفتاح يونس حتى أعلن الثوار نبأ مقتل نجل العقيد الليبي خميس القذافي الذي يصفه المراقبون بأنه اليد الحديدية للنظام الليبي. خميس معمر القذافي النجل السادس للعقيد الليبي معمر القذافي، ولد عام 83 وتخرج في الأكاديمية العسكرية في ليبيا عام 2002 وحصل على شهادة في علوم وفنون القتال. غادر بعدها إلى روسيا في بعثة لإكمال تعليمه العسكري. التحق خميس بأكاديمية إسبانية في مدريد لتحضير درجة الماجستير في الإدارة عام 2010 قبل أن تندلع أعمال الثورة في ليبيا. أسس خميس الذي يحمل رتبة نقيب ركن لواء 32 وهي وحدة خاصة مسلحة مهمتها حماية النظام، وهي إحدى أكثر وحدات الجيش حرفية وولاء للقذافي، وتقاتل في مدينة زلاط بين مصرات التي يسيطر عليها المعارضون والعاصمة طرابلس. وينسب البعض إلى خميس توليه مهمة جلب مرتزقة أفارقة وأسيويين وتدريبهم تدريبا عسكريا عاليا نسب إليهم لاحقا جرائم ضد الإنسانية في حق الليبيين. مي المهندس، العربية.